بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج ديال في اللون الجولي الجاريين التاريين عايشين دي سمو تقرا بونجور سالي تو لي جاريان الجاريان كي فيفون الجيري يا ترونجي كيما شتو يا خاوتي في, 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 في اي في العالم يعني في لي كومباني الكتورال ولا في السياسه في سياسه يعني الديمقراطية يعني والحقيقية وين تكون الشعب يحكم يعني سي لو بوب كي بران دي ديسيزيون باغ اكزومبل هذا طاب جنانو بوركوا جو دي شوي كونتر لوي ولا كوم بيرسون شوي حقيقة نقولها صراحة علاش نحا لي دارت لافريك ما شاورش الشعب مد الدراهم اللي طالي لوخر ما شاورش الشعب والشعب مازالو فقير لي بروجي ما دار اوكان بروجي حتى بروجي تاع كانوا كيما قالوا كيما قلت وزيد نعاود درت دي فيديو على كانوا يهضر على سوناترا قلت بلي كان شركه تجيب لنا دراهم ديفيز هي لا سونال غاز سي لي بوري علاش جاب ناس تاع ولاد بلادو ومصلحته تاع مصلحته ديريكتور جينيرال تاع لا 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 سوناترا ديريكتور جينيرال تاع الاخر واسمو تاع سونال غاز الى اخره هاي كيفا ولات البلاد يعني طو لي كومباني الكتورال في العالم شكون يفينونسي فيهم يفينونسيو لي ملياردير لكن في الجزائر يعني على بالهم بلي الشعب يشبوس لا كيستيون من لي كومباني الكتورال هادو زعما اليوم خرجونا قال لك 25 ملياردير يشوتنيو في الحملة الانتخابية تاع طاب جنانو يعني شكون هادو يعني سعد البراب حداد الفقيه تاع واسمو تاع ولا تشفاو الحراش تاع كانوا كاع ديزاكس كانوا معدونا يعني ماشي غير هما كان 25 ملياردير حتى واحد في الاحزاب السياسيه تاع النهضه اللي قال شوي انهم ضافي وقادرين تشوفوها لا فيديو اللي دارها في الاخر فاسمو في الشروق يعني في التلفزيون مليح نسمعوا لهاد الناس يعني قال لك بلي لا كومبان هاد الناس اللي فينونسي سبحان الله على بالنا بلي حتى لي سينياتور تاع الاخر خونا نكاز تاع هذاك تاع فرنسا لافوغا يعني على بالنا بلي هما سرقوهم ولا كومبان يعني هادو الناس فينونسي ما كاش منها شكون من خزينه الدوله لان اي انسان علاش مازال مترشحين ما نحوش رواحتهم على بالهم بلي ترفوضه يعني تصير مالغري كيما يقولوا كو الانتخاب باين شكون يديها مالغري مي قاعدين علاش باسكو يمدوا لهم دراهم من خزينه الدوله من خزينه اوكان جوست كامانو اوكان يترشحوا يعني كيما هذا بن فليس ما عنده اوكان نيفو لو نيفو كيلا هو سرقه هو الريجيوناليزم هو لان كان في الحكم كان مينيست دو لا جوستيس في عهد التسعينات ويتحاسب عليها هادي وثانيين يعني الى اتاك لوتر كوتي هو كيف سي سون ايماج يشغل الواحد يشوف في المرايا او يشوف روحه في المرايا سي لا ميم شوز يعني كي طاب جنانو كي هو هاد الزوج واليوم يعني كيما قلت نشوفوا الاحداث في الجزائر نشوفوا حتى لي جورناليست زعما خرجوا ضد العهد الرابعة الى اخره انا خوتي نقول لكم صراحه والحقيقه ما نامنش بهاد الناس علاش لان التاريخ برهن وسنين برهون برها ايزون بروفي ك هاد الناس يتمشي فيهم لو 5 اكتوبر كيف هانات شكون نوضها سي لا ميم شوز هادو كانت كيفاه يا عجبة ربي سبحان الله وقبل هادشي يعني سيزون افون خونا الحقوق الحقيقي هم الناس الاحرار علي يحيى عبد النور
اللي خرج برا اللي يعيط 85 سنة في عمره وخرج برا عيط الاخر واحد ما يمشى معاه وكان جورناليست وكان جورناليست باسكو هذاك شي باز اون ماريونيت ماشي الماريونيت تمشي فيها الدياراس ولا قايد صالح ولا عتيقة ولا لأن حر ريزيدون سيرفي ليومنا هذا واليوم في هذيك لا مارش يعني انا نولي للاخر في هذيك لا مارش تاع اللي دار ليحيى عبد النور يعني واحد الاخوه بعث لي فيديو يعني والله نشكر فيه بزاف يعطيك الصحه اخونا وقلت يعني يا فين فام بالحجاب بالحجاب كانت تعيط لا الجزائر لا للحركات يعني لا للتسييس لا لكدا وكدا صح مانو هي لي بارلمونتير راهي في البارلمون يا خاوتي في البارلمون يعني باش تشوفوا هاي دي سياسة الجزائر سياسة كيما قلت سياسة البرواقية سياسة الحراش وسياسة بوكزون هم واش يعرفوا هاد الناس غير الحباس اللي ما يمشيش معاهم الحبس اللي يمشي معاهم بارلمونتير يطلعوه مجلس الأمة يطلع حتى مينيستر ولا يطلعوا امباسادور سبحان الله هذه اللي حبيت نقول لكم يا خوتي انا هاد الناس ما نمنهمش هذه حركه بركات ولا ما نمنهمش علاش باسكو وين كانوا هادو من قبل استدام الفوق في الصومي كي كانوا يعني الواد كان هاني ما سمعناهمش هادو كيما لي جورناليست هادو يقولوا لي جورناليست مع حركه الى اخره ما سمعناهمش واليوم رانا ضد احنا رانا ضدهم كاع كي المخابرات كي عتيقة كي اجل يعني لو كلون تاع وجدة كي لو كلون تاع 62 كاع يتنحاو كيما راهم يجيو ناس نقيين احرار الجزائر اللي حبوا الشعب ليس الجزائر ليس العالم حبوا الشعب سي لو بوبل كي غوفر هذه هي لا ديموكراسي ديريكت مي حنا في البلاد يمشيهم كي دي ماريونات يقول لي لا الاخر البوليسي ولا باسكو اون بروف كونكريت داوهم الحبس داوهم يجون يخرجوهم وجمعت علي يحيى عبد النور ضربوا شحال في الحبس شهر شهرين حكموا عليهم واليوم يقولوا لي حميد العياشي الجيري نيوز الجورناليست اللي كان يضرب شيتا للبوار للعتيقة هو بالذات يشوفوا لي فيديو وشوفوا لي لي زارتيك اللي دارهم depuis 8 ans وتشوفوا واليوم راهو ضده سبحان الله هادي كاع تخربيشين هادو مرقلالهم يعني خلاص هادو ما نهار ينوضوا الشباب الجزائري شباب الحر شباب الحر ينوض شباب ينوض العباقرة للعباقرة اللي ما كانوش جامي في البوار هذاك نهار الجزائر تسقم والجيل هذا يروح الجيل القديم طب جنانو الى اخره يروحوا باسكو يا خوتي كيما قلت ايزون ايسي تو حتى ايزون ايسي دو 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 ديفيزي حتى البلاد قبائل ايزون ايسي دو ديفيزي الصحراء هما بدات ايزون ايسي دو ديفيزي حتى الاخر غردايا ديرنيرمون وغردايا ومنساوها كاع مازال لي زيفينمون تما منساوها كاع واحد ما يهضر عليها هادو لي جورناليست اللي يقول لك دي جورنال روح هضروا على غردايا جلو دي في اختار الجاية ندير فيديو على غردايا بعثها لنا واحد الاخ ونشوفو جلو دي في هاد لي جورناليست اللي خرجوا حنا قلنا عندها شحال عندنا دي فيديو شحال ضد بوتفليقة ضد عتيقة ضد خوه ضد الدارس لان هاد الاشخاص قلنا وزين عودوها الجزائر ما تسحقهمش خلاص الشعب عيا ليس هادو اللي خرجوا في لا الجيسو يعني في كيما يقولوا في الجزائر يعني في لافاكسون طلع لا لان شفت اون فيديو ما يديوناش الحماس كيما يقولوا ما نشوفوش بالعاطفه شوفوا بالمخ لازم نخمو بالمخ ليس بالقلب علاش لان شوفوا كيكون حركه سياسيه حركه يعني ما عندها اي
كي ما طلب خونا طارق معمري بار اكزومبل ما عنده اي حزب سياسي، كيما ام امين ما عندها اي حزب سياسي، المفقودين ما عندهم اي حزب سياسي، يخرجوا برا لا بوليس ما يخليهمش مين با يلحقوا الاخر، شوفوا غير دينيارمون لا بريزيدونس يعني حبوا يطلعوا لا بري ما خلاوهمش، واليوم هادو يديروا دي مارش يديروا كذا، يقول لي لازم نخمو شكون داير هاد الناس، هذا ما كان سي بور سا قلت زين عاونا ما نمنهمش يا خوتي، علاش ما نمنهم صراحه، خرجونا لي 8 ماي حركه 8 ماي خرجونا هذه الحركه كيما هذاك اللي يهدر للخالد نزار في, 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 في العاليه ولا تشفاو، باش نمد لكم الاحداث كيفاه مشات في العاليه، قال زعما جون قال له انتوما اللي درتوا هايدا كيفاه، هما داواش ما داوا للحبس ما كيف هادي، انت تهدر لخالد الزرايده، خليونا هادو كاع نحكمو بالمخ ليس بالعاطفه، المخ ليس العاطفه، الجزائر لازم تحكم ليجي حكمها بالمخ لا للعاطفه، المخ اللي يسير البلاد والعاطفه للشعب، والانسان هذا يحب شعبه حب الشباب، لان لازم نرجو ثقه للشباب، راكم تشوفوا كل يوم الناس يتحرق الى اخره، ونقول وزين عاودها بور لا مليون فوا، طز للدياراس وطز للعتيقه وطز لسعيد بوتفليقه وطز للحركه واللي طز لمليون شخص اللي حاكم البلاد للملياردير تاعهم، وطز عليهم كاع كيما راهم، وثانيا خوتي لازم نكونوا موحدين، حرام الجزائر نكونوا موحدين باش البلاد نخرجوها من الازمه، الازمه الحقيقيه ازمه التقسيم ما نسحقوش، ويا خوتي نقول لكم السلام عليكم وسمحوا لي، ولا بروشان فوا واحد الاخ نسيت سمحوا لي كتب لي كدايا، و انا نقوله لان شفت لي فيديو تاعو هو ما ارجيو وارجيو هديه باش نكشفوهم هاد الناس، ارجيو كان واحد الخازيرنا تما يخرجوا جماعه الدياراس، هو او فهم المعنى فهمني مليح هاد السيد، زعما يدير دي فيديو تاع الاخر، انت بالذات يا اخي تاعهم ولي كومونتير تاوعك كتبها كيما تحب، وحنا اون اكسبت لي كومونتير اون اكسبت تو لي كومونتير كونتر ولا معانا ولا اون اكسبت لا كريتيك، اون اكسبت لا كريتيك، بلا كريتيك نبنيو البلاد والانسان يتربى بلا كريتيك، ونقول لكم يا خوتي السلام عليكم يا لا بروشان ان شاء الله.